طيب ليك personality presentation skills، ازاي تبروز شغلك، ازاي تبين نفسك، كل الكلام ده هتاخده من المواد اللي زي technical writing، الethics، human rights، الحاجات دي. هناخد حتة من هنا على حتة من هنا على حتة من هنا، هتقدر تكون انت مطلوب منك كمهندس تبقى شخصيتك شكلها ايه. طيب المحاضرة اللي انا هبدأها معاكم هي اول محاضرة في الترم، بس انا دايما بحب ابدأ بالمحاضرة رقم 2. ليه محاضرة رقم 2؟ حاجة كده زي ايه، جر رجلي. محاضرة رقم 2 بصراحة هي اكتر من ان هي محاضرة، هي دردشة بيني وبينكم عن ايه، هنبدأ نشتغل ازاي في الكلية، ازاي نذاكر، ازاي نحضر محاضرات ونفهم منها كويس، ازاي نكتب نوتس. فانا بشوف ان دي محاضرة لطيفة وسلسة ومفيدة في نفس الوقت، يعني هي معلومات سلسة جدا، هتحس ان انا بدردش معاك. يعني انا دايما جالي الكومنت ده في مرة واثنين وثلاثة لما اديت المحاضرة، هي كده المحاضرة خلصت، هي المحاضرة سلسة جدا بس فيها حاجات تقدر تعرف تنقلك من سيستم المذاكرة بتاع ثانوية عامة لسيستم المذاكرة بتاعنا في الجامعة. ماشي يا باشمهندسين، الشاشة بتاعت الباوربوينت ظاهرة عندكم؟ اه تمام صح. تمام تعريفا بنفسي، يعني انا دكتورة شيماء فتحي، موجودة معاكم في قسم مدني هندسة ري ومياه. اللي عامل السلايدز دي دكتور محمد البنا، هو اللي حاطط الماتيريالز، واحنا ايه نبقى بريزنتر بس للمادة. طيب المحاضرة اسمها ايه؟ الو، اسمها effective study. يعني ايه effective study؟ نعم يا باشمهندس. هو انت قلت لحضرتك ان الميد من 20 بس هو الاس اي اس مكتوب ب 25. نعم حضرتك بتقولي ان الميد ترم من 20 بس هو نازل على الاس اي اس ان هو 25 درجة. يبقى الـ SIS أصدق 25. تمام. لو طب لو سمحت يا دكتور، هو دي ليكشر 2 ولا 1؟ هي واقعيا اول ليكشر تسمعني فيها، بس هي كترقيم في الكورس ليكشر 1. واحنا الكورس عباره عن 6 مواضيع هناخدهم على 6 محاضرات، الست مواضيع مختلفين مع بعض، يعني ممكن اديك الاولانيه بعديها الثانيه، يعني ما يفرقش معاك السيكونس بتاع المحاضرات، فمش هتلاقي نفسك متاثر. والمره الجايه هديك الاولى، ما فيش اي مشكله، يعني هي بس المسمى ليكشر 2 بالنسبه تمام. للكورس. انا فكرت ان كان في اسبوع فات. لا لا لا، ما فيش حاجه فاتتك، دي اول محاضره انا اديها فعلا. ماشي يا باشمهندسين، زي ما قلنا المحاضرات عبارة عن 6 محاضرات بست مواضيع، دول اللي قبل الميد ترم المفروض، وفي 4 محاضرات عن كل قسم هيخش لك دكتور. أنا هخش لك عن مدني، في واحد هيخش لك عن عمارة، في واحد هيخش لك عن ميكانيكا، في واحد هيخش لك عن كهرباء. كل واحد فينا هيعرفك القسم بتاعه بيشتغل في ايه، وايه اوجه الاستفاده، يعني لما تتخرج هتشتغل في انهي فيلد، وهنتكلم في التخصصات. ودي برضو كانت من اسباب ان احنا عملنا الكورس ده، لان كانت طلبه زمان بتشتكي ان هي لما بتيجي عندنا في اعدادي وتيجي تتخصص سنه اولى ما بيبقوش عارفين يعني القسم ده بيتكلم عن ايه، او بيدرس ايه، او هيطلعوا مهندسين يشتغلوا في ايه. عشان كده أضفنا حتة التخصصيات دي اللي هنبدأها بعد الميد تيرم. ماشي يا باشمهندسين، نبدأ المحاضرة بتاعتنا. زي ما قلنا المحاضرة اسمها effective study أو المذاكرة بفاعلية. يعني إيه بفاعلية؟ يعني ساعات أنت كده تيجي تذاكر نص ساعة وتحصل كتير جدا، وساعات تقعد 10 ساعات وتطلع ولا كأنك ذاكرت. هنحاول نديك بعض التابس بسيطة ان انت ازاي تطلع من المحاضرة مستفيد، وازاي تروح في البيت تطبق وايه تحافظ على المعلومة في دماغك. ماشي يا باشمهندسين، هنقول الاوتلاينز بتاعتنا. اول حاجة how to be a good listener، يعني هي النقلة اللي عندك من ثانوي لكلية، حتة how to be a good listener. انت في ثانوي مثلا او في المدرسة عامة عندك الماتيريالز في كتاب ثابت وعارف تذاكر منين، فمش مضطر قوي حتى لو قعدت تتدلع في الفصل او في الدرس او حاجه، انت عارف انك هتروح البيت هتقرا الورق هتعرف ايه تجيب المدرس كان بيقول ايه. في الكليه لا، انت المفروض تسمع المحاضره وتستخلص المعلومه من كلام الدكتور وتبدا تذاكر من النوتس اللي انت كاتبها. فعشان كده لازم تتعود ان انت ازاي تحضر المحاضره وتحصل منها اقصى درجه ممكنه. وبعد ما تروح بيتكم بقى يحصل الإفكتيف ستاديينج ده، أو المذاكرة بالفعالية اللي إحنا بنقول عليها. طيب عشان
to go away from a talk as more informed person you should, عشان تتحول من ان انت توصل ان انت بني ادم تقدر تحصل على المعلومه على المعلومه. انت لازم تعمل ايه؟ maintain neutral natural eye contact with the speaker. يعني ايه؟ تفضل باصص على الدكتور، مش باصص على الدكتور بنسب لبعض، لا تبص في وشه بحيث يحصل كونتاكت بينك وبين البني ادم اللي قدامك، يحس ان انت انترستد معاه. طيب ده هيفرق معاك انت في ايه؟ ان السبيكر بتاعك او الحد الصوت بيقطع يا جماعه ولا زميلاتكم بس عندها مشكله؟ لا تمام. اه شويه الصوت تمام. اه بيقطع عندي برضه. الصوت تمام كده. هو بدام واحد بس واصل له تمام، يبقى اللي بيقطع عنده يبقى هو عنده مشكله في الكونكشن بتاعه، ممكن ياخد هوت سبوت بقى او اي حاجه. فمينتين ناتشرال اي كونتاكت وذ ذا سبيكر، دي بنقولها ليه؟ ان انت السبيكر بتاعك او المحاضر بتاعك لما بيلاقي فيه تفاعل جيد منك وان انت بتبص ناحيته وهو بيبص ناحيتك ووشك alerted ووشك صاحي، غير خالص لما اخش على سكشن او محاضره والاقي اللي قدامي مش انترستد باللي انا بقوله. انا نفسي كسبيكر هيبقى ادائي اقل كتير من لو دخلت في سكشن الناس اللي فيه صاحيه، وده بيحصل لنا احنا بنحسه احنا لما بنبقى دكاتره او معيدين او كده وداخلين سكشن مجموعات صغيرة. كنت أعرف مثلا سكشن أحمدات ده حلو فايقين معايا ومش عارفة إيه، سكشن اللي هو رقم 9 ده مش عارفة نايم وما بحبش أدخل، فبتلاقي أداء في السكشن اللي الطلبة متقبلينك فيه أعلى كتير. فمنتين الناتشرال آي كونتاكت دي هتساعدك إن أنت تفضل مركز، وهتساعد اللي قدامك إن هو يديك أحسن ما عنده. تاني حاجة، شو باي يور بستيور that you are alert and interested. Posture يعني ايه؟ حركات جسمك او ايماءاتك، زي ما بقول لك لما اخش سكشن والاقي اللي قدامي صاحي معايا ومصحصح، غير لما الاقي الناس رايحه في النوم او الناس مش عايزه تسمع او كده. لو سمحت دكتوره اتفضل. انا اسفه بس من ساعه ما حضرتك قلتي الفرق بين المدرسه للجامعه كان النت عندي فصل فما سمعتش اي حاجه بعدها. المدرسة ان انت معاكي ماتيريال ثابتة او كتب بترجع لها، حتى لو اختلاف دايما ان انت اول ما بتخشي في سنة فهي كذا ما اسمها اعدادي دلوقتي فريشمان واتيفر المسميات، اول سنة في الكلية دايما كلنا بنبقى متلخبطين قوي هنذاكر منين هنعمل ايه، فهي الواقع بيقول ان انت بتذاكري من كلام الدكتور اللي هو بيتكلم. فعشان كده لازم نتعود ان احنا نسمع كويس الدكتور ده ونعرف نستخلص المعلومة من كلامه، ونعرف ندون المعلومة بطريقة اقدر وقت الامتحان ارجع لها وما ضيعش وقت اني ايه مش لاقية المعلومة اللي انا بدور عليها. ماشي يا باشمهندسة. تالت حاجة او تالت تابس عندنا عشان تستمع جيدا، go to class a few minutes early. طب دي بتفيدك في ايه بقى؟ بتفيدك انت في راحتك النفسية، ان انت تخش المحاضرة بتخش تقعد تدور على اصحابك فين، عايز اقعد جنب ده، عايز اقعد جنب ده، عايز اسلم على ده، كل الحوارات دي هتعملها قبل ما الدكتور يخش. وانس ان الدكتور دخل انت هتبقى ايه؟ اذانك كلها صاغيه للدكتور اللي قدامك وخلصت ايه كل الحوارات دي. ماشي. ريفيو يور نوتس بيفور كلاس، لو معاك الدكتور ده هيقول ايه مفيش مانع تبص على الهيدلاينز بتاعت المواضيع والكلام ده. هو واقعيا الكلام ده مش موجود قوي في كليتنا لان نفس السبب ان احنا ما عندناش كتب ثابته ان انت تعرف انا هتكلم في ايه. بس anyway لو في دكتور مديك كتاب فانت مفيش مانع ان انت لو انت ذاكرت المحاضره اللي فاتت تبدا تشوف هو بكره هيتكلم في ايه. Ignore distractions such as side talks or other external noise. يعني ما تتكلمش مع زمايلك وما تركزش مع أي صوت غير حوار الدكتور اللي بيقوله. Take notes on the speaker's most important points and prepare questions. يعني إيه بقى take notes؟ زي ما بقولك إن أنت دايماً المشكلة عندك في الكلية الماتيريال اللي أنا هذاكر منها. البلوف كله أو اللعبة كلها إن الماتيريال دي أنت اللي عاملها لنفسك. فأنت لازم تتعلم إزاي how to take a notes، تبقى helpful ليك وتبقى منظمة وتبقى كويسة تقدر تراجع عليها. يعني بمعنى آخر أنت في عشرات بيكتبوا محاضرات بس في واحد بس بتلاقي محاضراته دي بتلف على الدفعة كلها، وناس بتقول فلان ده بيعرف يكتب محاضرة. في واحد مثلا بيبقى قاعد أول صف وتحت رجلينك دكتور كده أول صف،
وعمال يكتب ده الدكتور كح ده الدكتور شاور، هل انا المفروض وانا باخد النوتس ورا الدكتور اقعد اقول اي كلمه الدكتور قالها؟ مش ده المطلوب وده اللي هنتعلمه في السلايدز اللي جايه، ازاي هاو تو تيك ا نوت بطريقه افكتيف. ماشي يا باشمهندسين؟ prepare questions يعني ايه؟ يعني بالبلدي كده بلاش فزلكه وبلاش برضو ايه نمشي اي كلام وخلاص. بمعنى في معلومة نقصاني أسأل عليها، لكن في ناس بتيجي بقى إيه تجيبها لك من الأول خالص. هو ليه نيوتن لما وقعت عليه التفاحة قال إن في قانون جاذبية؟ اللي هو أسئلة وجودية ليس لها حلول، ونفضل يعني ندخل في مهاترات ونوتر الدنيا، والسؤال في النهاية هو لا يعنيه ولا هيضيف له أي حاجة، بس تلاقيه هو دماغه شطحت ومصر يسأل السؤال ومصر ياخد الإجابة. How to prepare a question دي مهمة جدا. ماشي يا باشمهندسين؟ معايا ولا الخط قطع؟ معاكي. ماشي يا باشمهندسين. بعد كده be sure to turn off your cell phones، ان انت تقفل الموبايل. طبعا مستحيل ان انت ترد على التليفون وانت ايه في المحاضرة. طيب كورنل نوت تيكينج ميثود دي طريقة اختارها المحاضر او البني ادم اللي عمل الماتيريال بتاعنا، ان هو في بني ادم اسمه كورنل قال لك التسطيره دي حلوه جدا في تدوين المحاضره اللي قدامك، واللينك اللي تحت دي بيشرح لك الطريقه اللي انت ايه هتمشيها في كورنل. طب كورنل ده قسم الورقه اللي قدامكم دي ورقه ايه 4 عاديه خالص. ماشي، قسمها حاجه اسمها كيو كولوم، قسمها منطقه واسعه اسمها نوت تيكينج اريا، وقسمها تحت سامريز. هنكتب ايه في كيو كولوم؟ هنكتب العناوين الرئيسيه. ماشي، النوت تيكينج الديتيلز بتاعت العناوين دي. يعني مثلا انا هشرح النهارده جرافيتي، يبقى هنتكلم 1 2 3 في ديتيلز في المنطقه بتاعت النوت تيكينج اريا. طب السامريز اللي تحت دي عباره عن ايه؟ هكتب فيها ايه؟ لو مثلا دي ماده تطبيقيه زي فلويد زي فيزيكس زي اي ماده من الكلام ده، بيبقى فيه ورا كل درس او ورا كل اثباتات في الاخر concluded equation. الايكويشنز دي هتستخدمها في حل الشيت او في حل المسائل اللي هتجيلك اللي هتطبق عليه. يبقى المنطقه اللي تحت اللي هي السامريز دي هنكتب التعريفات المهمه وهنكتب الايكويشنز اللي هتستخدم في حل المسائل على طول، بحيث ان انا وانا بذاكر في الاول هبص على كيو كولوم وهبص على النوت تيكينج اريا، بذاكر وبفهم. فهمت خلاص، في الاخر بقى ايام الامتحانات ابص على السامريز اللي تحت دي اللي هي الايكويشنز اللي تعنيني، الديفينيشنز اللي تعنيني، وهكذا، بحيث اني اختصر ما اقراش الصفحه من اولها لاخرها، لا اقرا الجزء التحتاني ده بس اللي هو فيه ايه الخلاصه زي ما بنقول او التلخيص بتاع الموضوع. كورنل ده مش الوحيد اللي عامل نوت تيكينج ميثودز، في الموضوع ده كتير قوي. لو حد انترستد ودخل على جوجل هيلاقي انواع كتيره وطرق كتيره للنوت تيكينج. وبس ايه ده الاكزامبل اللي احنا اخترناه. هندخل بقى خلاص، احنا ناس شاطره وقعدنا سمعنا المحاضره كويس وكتبناها وروحنا بيتنا. ازاي how to study effectively، يعني ازاي هنذاكر بفاعليه؟ هنديك شويه جايد لاين. connect classwork to long range goals، بمعنى اربط الكلام اللي انت بتاخده في الكليه دايما فيما بعد هستخدمه في ايه. زي ما قلت لك ابسط حاجه ماده بسيطه زي اللي احنا بناخدها دي، بخليك جواك عارف ان الماده دي هتخدمك في السوفت سكيلز وفي البرزنتيشن سكيلز وفي الحاجات دي فيما بعد، وازاي تمانجمنت التايم بتاعك والحاجات دي. طيب become active and involved in learning، يعني خليك متفاعل و داخل في منطقة التعليم. زي ما بنقول كده التعلم ولا التعليم، انت لازم تستنى المعلومة توصل لحد عندك ولا انت اللي تجري تجيب المعلومة. فاحنا دايما بيقولوها كده بالعربي تعلم ولا تعليم، فهي التعلم ان انت عايز بتسعى ورا المعلومة مش المعلومة مستنيها تيجي لحد عندك. زي ما كنا بنعمل في ايام ثانوي برضو ان احنا بنروح للكورس نستنى مدرس الفيزياء يلخص لنا الفيزياء بالطريقة اللي احنا عايزينها، المسألة وقفنا فيها ما نقدرش ندور، لا ده احنا مستنيين برضو المدرس يقول لنا هتتحل ازاي. لا، المفروض بقى في الكلية نطلع من الحتة دي ونبدأ احنا ندور وندعبس ورا المعلومة.
ماشي يا باشمهندسين، get control over your time by time scheduling، يعني ان انت تعمل لي time scheduling، ودي تقريبا اول حاجة هتعملها في السكاشن مع المهندسين، ان انت تعمل لنفسك schedule للتايم. طيب هنعمل كام واحد schedule؟ هنعمل اتنين، هنعمل weekly master plan وحاجة اسمها semester calendar. طب ايه الويكلي وايه السمستر؟ الويكلي اللي هو الحاجة الاسبوعية، انا النهاردة عندي محاضرة math، يبقى اليوم اللي قبل محاضرة الماث ده انا عندي ميعاد احل فيه الشيت بتاع الماث. عندي محاضرة فيزيك او سكشن فيزيكس تاني يوم وهسلم فيه شيتات او هعمل فيه حاجة او كده، يبقى اخلي اليوم اللي قبله فيه ساعة او اتنين للفيزيكس حسب استيعابي للمادة وحسب انا محتاجة قد ايه كام وقت عشان نعمل الموضوع ده. طيب سمستر كالندر ده بقى بتاع ايه؟ بتاع ان انت المفروض ان الويكلي بلان ده، ماستر بلان ده، هيبقى ايه؟ حاجة فيها رفاهية زيادة، يعني ان انت سايب لنفسك يوم الخميس ده انا برجع متأخر فاخر ساعتين تلاتة دول هقعدهم مع اصحابي بتوع ثانوي على القهوة. سمستر بلان بقى بتيجي قبل الامتحانات وتسيب لي اسبوع كده على الاقل بتحضر نفسك للامتحان. انت عارف مثلا ان الميد ترم تامن اسبوع، يبقى سابع اسبوع ده انا هلغي الفسحة بتاعتي دي، هقعد اذاكر. قبل الفاينل اللي هو الاسبوع الخمستاشر برضو في اسبوع انا لاغي الفسح ومقلل شوية في الفري تايم ومعرفش ايه. فسمستر بلان دي حسب الكلية بتاعتك بتديك الامتحانات امتى، فانت سايب وقت تعد نفسك للامتحان. وعلى فكرة الكلام ده مش نظري، الكلام ده applicable جدا، ولو حد طبقه فعلا هيبقى ناجح وفعلا هيجيبش جي بي ايهات وهيعدي كويس يعني. طيب ليه بنعمل موضوع التايم مانجمنت ده او ليه نعمل جداول الوقت دي؟ اول حاجة وبالتالي فبتحافظ على الوقت وبتقدر تستفيد بيه كما يجب. تاني حاجة separate work and play hence promotes balance in your life، يعني بتفصل الشغل عن اللعب، زي ما بيقولوا كده على الأجانب، الأجانب بيعيشوا حياتهم صح، وقت اللعب لعب ووقت الشغل شغل. احنا فعلا مشكلتنا ومشكلتكم انتوا كطلبة ان الحتة دي مش بتتعمل كويس، ان انت عايز تبقى طالب في كلية وكلية عملية وكلية معروف انها تقيلة محدش هيجادل معاك، بس في نفس الوقت عايزة اقعد على القهوة 3-4 ساعات يوميا وعايزة اخد بريك مش عارفة ايه، فده مش راكب مع ده. فلازم وقت الكلية ان احنا مفرغين نفسنا للكلية، وقت اللعب بنفرغه للعب. طيب help prevent cramming، cramming يعني ان الدنيا تدخل في بعض. طيب هنشوف دلوقتي ده شكل scheduling لطالب بيعمله، كاتب التايمينج في الكولم الاولاني ساتردي ساندي مونداي مش عارفه ايه، وكاتب مواعيد المحاضرات. اول حاجه هيبدا يرصها مواعيد المحاضرات بتاعته، وبعدين هيحط لك اوقات المذاكره، هو عايز يذاكر بالمنظر ده. بعد كده هيحط لك وقت لللبس والاكل، الفطار والغدا والعشاء، كل حاجه بتتحط. الباقي بقى هيبقى فري تايم. شايف لما نظم وقته نسبة اللون البينك ده لون الفري تايم، نسبة الفري تايم لنسبة وقت المذاكرة قد ايه؟ يعني بمعنى اخر انت عندك في الحياة 24 ساعة تقدر تستوعب ان انت تقابل صحابك وتستوعب ان انت تروح كليتك وتستوعب ان انت تعمل كل حاجة، بس مفروض ان مفيش حاجة تطغى على الحاجة اللي جنبها. ماشي يا باشمهندسين؟ فالسكيديولينج ده باختصار بيعمل لك الحته دي، بينظم الوقت بتاعك. طيب information processing and memory يعني ايه الحته دي؟ يعني المعلومه لما بتيجي تخش دماغك بتخش دماغك ازاي، وانت جاي في الامتحان لما بتوصل لوقت امتحان بتبقى عايز ايه في الامتحان بتاعك؟ بتبقى عايز تسترجع معلومه سمعتها من 3-4 شهور فاتوا، اللي هي باختصار الذاكرة بتاعتك وازاي تشغل الذاكرة بتاعتك. عندنا بيقولك ان الاكسترنال سيميولاس ده اي حاجة بتحصل، زي ايه؟ ان انت تشم حاجة، تسمع حاجة، تكتب حاجة، كل الكلام ده وتشوف حاجة. بيقولك ان اي information receives from sensory senses اللي هي الشم والتذوق والسمع والبصر واللمس، كل الحاجات دي بتكون لك ميموري. اوكي يا باشمهندسين؟ يبقى
الحواس الخمسة بتاعتنا بتكون لنا ميموري. بمعنى ايه؟ ان انت لو مغمض عينك وشميت مثلا طبخة معينة هتقول اه الطبيخ ده ريحته الريحة دي انا عارفها، ده محشي، ده ملوخية، ده برفيوم معين. يعني الشم نفسه بيكون له ميموري في دماغك. النظر لما بتشوف بني ادم مرة واثنين وثلاثة، لما بتشوفه تاني بتسترجع المعلومة ان هو ده الانسان اللي اسمه كذا، فدي برضو بتكون ميموري. طيب الكلام ده هنستخدمه ازاي في المحاضرات عندنا؟ بيقول لك ان انت دلوقتي لما بتاخد محاضرة عندك حاجتين، السنسوري ده اشتغل هيدخل لك يدخل على الانيشال بروسيسنج، وهتخش يا اما لونج تيرم ميموري يا اما شورت تيرم ميموري. طيب بيقول لك if nothing more happens to this raw information it's forgotten. بمعنى ان انت انا دلوقتي في الامتحان بقول لك بعد 3 4 شهور من المحاضرة، فانت محتاج انهي ميموري فيهم، الشورت تيرم ولا لونج تيرم؟ اكيد محتاج اللونج تيرم ميموري. اوكي طيب لو انت ما عملتش حاجة للمعلومة اللي انت خدتها في المحاضرة هتبقى forgotten، هتتنسي. زي بالظبط لو انت مثلا شفت واحد في الشارع ماشي، ولا كلمت ولا كلمك ولا اي حاجة، شفت بعد 10 ايام مش هتفتكره، لكن شفت واحد في الشارع وداس على رجلك واتخانقتوا مع بعض وما اعرفش ايه، شفته بعد سنة هتفتكره. هي دي الحتة اللي بنقول ان لو if nothing more happen الموضوع information هتبقى lost. هو نفس الموضوع في المحاضرة اللي انت خدتها، لو خدت المحاضرة وما ذاكرتهاش مش هتخش عندك في long term memory، هتفضل في short term memory، وبعد يومين ثلاثة هتلاقي نفسك نسيتها. ولو انك قاعد في المحاضرة وبتقول انا فاهم وفاكر كل حاجة وكل حاجة، بس بعد اسبوع اسبوعين ثلاثة هتلاقي الموضوع ايه بقى forgotten. هي بقى ايه؟ ان احنا لازم نشتغل على المعلومة دي عشان ننقلها من حتة الشورت تيرم لللونج تيرم. نيجي في الامتحان بقى ربنا يكرمنا ونقدر نسترجع الذاكرة ما نتفضحش، وايه نجيب ايه جي بي مش قد كده. ماشي يا باشمهندسين؟ تمام. Guidelines to study effectively. Stick to your schedule, fight laziness, daydreaming, and practice patience. يعني محدش بيقول ان الموضوع piece of cake ان انت تنجح في الكلية، لا، لازم ان انت تشتغل على نفسك، تبطل كسل، تقوم من على السرير، practice patience ان انت تصبر على المعلومة. يعني زي مثلا المادة دي سهلة، هتطلع من محاضرة محصلها 100%، مواد تانية من المواد المجعلصة هتطلع محصلها 50%. مش الصح ان انا اقعد اعيط واقول انا مش فاهم حاجة، الصح اشتغل اني اجيب ال 50% دي لحد ما اوصل لل 100%. وده شيء منطقي على فكرة، ان انت تطلع من محاضرات الكلية مش محصل اكتر من 50-70% من الانفورميشن، انت كده ذكي وكويس، ما تفقدش ثقتك بنفسك وايمانك بنفسك خالص. احنا عايزينك في الكلية تنشف كده وايه، وتفضل على ايمانك بنفسك ان انت بني ادم دماغه نطيفه وهتعرف تنجح. بدم واحد في الكليه نجح يبقى كل اللي داخلين يقدروا ينجحوا. ماشي يا باشمهندسين؟ فبيقول لك لازم to stick to your schedule، لو حطيت الجدول ده تنفذه. انا ابن اختي في سنكم كده برضو في جامعه، فيجي كل يومين نلاقيه جايب ورقه وعامل لنفسه سكيدول ويقعد يشطب عليها، شطب عليها انه ما بيعملهاش، بس هو ايه كل شويه كده لما يلاقي الامتحانات داخله عليه يحس نفسه ايه ان هو يرضي ضميره بموضوع الجدول. لا، عملت الجدول اتبعه. ماشي يا باشمهندسين؟ تاني حاجه best time to study is right after class. يعني روح من الكليه حاسس نفسك المعلومه فريش في دماغك، ابدا دعبس كده على الشيت وشوف لو تعرف تحل مساله ولا اتنين. صدقني لو عملت العمله دي هتلاقي نفسك المعلومه عالجت قوي في دماغك. Study your difficult classes early afternoon. Early afternoon دي يعني ما عرفش هي معلومة يمكن مش updated قوي، بس هو كل بني آدم فينا بيبقى ليه وقت دماغه مصحصح فيه. يعني في أنا مثلا الصبح خالص أنا بحب أشتغل بدري قوي أو متأخر قوي بعد ما الناس تنام، عشان أنا ما بحبش أبقى distracted. لكن هنا في السلايدز قايل early afternoon، ففي الامتحان لما يجي لك أقول له early afternoon، بس في حياتك الواقعية لا، اشتغل انت كل واحد فينا عارف امتى فعلا الوقت اللي بيقدر يحصل فيه المعلومات بكفاءة. Incorporate self-testing into your schedule, study schedule. حاول ان انت كل فترة تعمل لنفسك testing، تشوف انا واصل لفين.
في دايما طلبه بتبقى متوتره شويه وتيجي تقول لك انا هنجح في الماده، انا مش هنجح. على فكره الطالب اللي بيسال انا هنجح ولا مش هنجح ده ما يتقلقش عليه، الطالب اللي قاعد وحاطط في بطنه بطيخه صيفي وحاسس انه هينجح ده اللي يتخاف عليه. فدايما طول عمرك كده حاسس ان في حاجه ناقصاك يبقى انت صح. لو حاسس ان انت لميت الكليه والدنيا تمام معاك ابدا شك في نفسك. فحته السيلف تيستنج دي عشان تعرف انت واصل لفين في المعلومه. Begin to prepare for test a week in advance. زي ما قلت لك لو انت عامل السكيدول وفي وقت فري تايم كتير قوي قبل الامتحانات باسبوع بنقلل وقت الفري تايم ده شويه وبنحاول نعمل ايه concentration اكتر للمذاكره. هنا جراف بسيط بيقارن two students، واحد خد المعلومه وطلع من المحاضره محصل 100% والتاني خد المعلومه وطلع من المحاضره محصل 100%. الاخ اللي لونه ازرق ده خد المعلومه ووقف على كده، ما رجعش لا فتح النوتس ولا ذاكر ولا عمل اي حاجه. جينا عند الاسبوع التاسع اللي هو تقريبا الميد تيرم لقى نفسه محصل حوالي 15% من المعلومه. الطالب اللي رجع بيتهم وذاكر في وقتها لقى نفسه محصل حوالي 70% من المعلومه، ودي حاجه كويسه. وانس انه هيفتح ويعمل ريفيو سريع هيقدر يلم 100% تاني بسهوله. هنا بقى عشان تذاكر study effective هنبقى ندور على حاجة اسمها good study strategy، طريقة مذاكرة صحيحة أو كويسة. ماشي، برضو الحتة دي في طرق كتيرة جدا، بس هنا في المحاضرة اخترنا لكم حتة ال SQ3R. الكلام ده كل حرف من دول بيختصر كلمة. ماشي، تعال نشوف الكلام ايه. SQ3R stand for يعني بتختصر survey question read recite review. طيب تعالى كده نقول، يعني عايز اخد ارائكم كده. انتوا لما بتيجوا مادة جديدة عليكم ومسكتوا كتاب جديد المفروض لو عايز تذاكر بتعمل ايه؟ تاخده تقعد تصم فيه من اوله ولا تفره فرة سريعة كده ولا تعمل ايه؟ اقعد الموديل. تعمل ايه؟ بشوف الموديل اللي بيتكلم عنه الاول. بالظبط زي ما زميلك قال ان احنا بنفره في الاول فرة سريعة كده رايت جرايد زي ما بيقولوا، نقرا الهيدلاينز بتاعتنا، نقرا هو بيتكلم في ايه ونبدا نشوف بعد كده هنعمل ايه. السيرفي دي هي الكلمة اللي هي رايت الجرايد أو الفرة السريعة دي، نعمل بنشوف هو بيتكلم عامة عن إيه. ماشي، يبقى أول حاجة read the chapter title introduction summary end of chapter questions also review heading and subheading. يعني كل ده أنا ما دخلتش في الكتابة اللي هي النورمال فونت بتاع النوتس اللي معايا، أنا بتكلم في الهيدلاينز العريضة بس أو الفهرس بتاع الكتاب يعني. ماشي يا باشمهندسين، ده السيرفي اللي هنعمله. بعد ما عملت السيرفي وقبل ما اريد هنعمل question. انا هبريبير question لنفسي، هبقى وانا بقرا بدور على الحلول بتاعتها. فاهمني؟ يعني هطلع كام سؤال عشان وانا بقرا ابقى مركزه ان انا بدور على حل السؤال ده. فدايما القراءه الهادفه او القراءه اللي ليها معنى بتخليك تستوعب اكتر كتير من ان انت بتقرا وخلاص او ان انت بتقرا ومتسربع. فساعات ممكن، يعني انا كنت بعمل كده على فكره، انا كنت بمسك الشيت وابص فيه واشوف انهي حتت اللي بيتسال فيها وابدا ارجع اشوف الورق بتاع الدروس او السورس اللي احنا بنذاكر منه فين الحتت اللي اركز عليها وفين الحتت اللي بلا 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 اللي هي لك وخلاص وايه اقراها بسرعه واعديها بسرعه، عشان انا عارفه ان الكليه مزنوقه وان الوقت مزنوق. فلازم تبقى عارف how to study اكتر من ان انت study hard يعني. ماشي، فبيقول لك اول حاجه تعملها في المذاكره ان انت تجيب لي الموضوع، تلم لي الموضوع عامه بيتكلم على ايه. خلصت اللمة دي بنخش في ان انت كونت questions وبتدور على حلها. As you read each section look for answer to your question. وانا بقرأ بدور على questions بتاعتي الانسرز بتاعتها. Recite after you finished reading. خلصنا reading خلاص. ببدأ اراجع على نفسي هل انا فعلا جاوبت على الاسئلة دي ولا لا، او لو في سؤال لسه واقع ما تجاوبش عليه برجع اشوف الجزء اللي في الشابتر ده
وايه واشوف لو انا هعرف اجاوبه ولا محتاج اسال دكتور، محتاج اسال في حد، ايه الدنيا. اخر حاجه بعمل ريفيو ان انا خلاص بقى ده انا قريت مره واتنين، ففي الاخر بس عشان ايه يطمئن قلبي كده ان انا عرفت ايه، لميت المعلومه. This step helps you to refine your mental organization and begin build your memory. كل اللي انا بعمله ده بعمله بغرض ايه؟ ان انا build your memory، ان انا ابني الذاكره بتاعتي بحيث اني لما اجي ادخل الامتحان ربنا يرفع راسي والمعلومه تيجي في دماغي ما لاقيش نفسي ايه انا شفت السؤال ده فين قبل كده. And understanding of the material. اتاكد understand ان انا فاهمه الماتيريال كويس جدا. طيب ساعات بقى hindrances to problem solving، يعني ازاي نتعامل مع المشاكل. بيقول لك في حته كده ساعات بتحصل اللي هي mental set of fixation، ان دماغك تثبت في حته ما بتبقاش عارف تتحرك فيها، بمعنى زي ما تقول كده mental block، حصل لك ان دماغك وقفت. ساعات كده تيجي تحل المساله والحل يبقى قدامك بس سبحان الله ما يجيش. ساعات واحد زائد واحد ما بتبقاش اتنين، بتبقى خمسه، ما تعرفش ليه. هي كده حصل لك فيكسيشن في دماغك. الطريقه دي بتحصل ليه او ايه سببها هنشوف المره الجايه برضه. يقول لك عندك الناين دوتس دول، امسك كده ورقه وقلم معاك في بيتكم يعني، وحاول تعمل connect all the dots by four straight lines without lifting the pencil from the paper. ارسم كده على جنب 9 نقط وحد يقول لي ازاي اقدر اعدي 4 lines من خلال النقط دول من غير ما انا ارفع القلم من على البيبر بتاعتي. حد شافها قبل كده؟ هي دي موجوده على فكره على الفيسبوك. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ توصل للتسع نقط باربع خطوط من غير ما ترفع القلم من على الورقه. ايوه سهله كتير. هنبتدي من الكورنر. كورنر ولا لا مش كورنر. نطلع الخط بره التسع نقط. نطلع الخط بره. هي الليله كلها الحته اللي بيقولوها كده think out of the books، يعني باشمهندسة اللي قالت لك هنبدأ من الكورنر، هي فكرت لا إراديا، هو ما أجبركيش إن أنت تمشي خلال المربع اللي هو مرسوم بالدوتس، هو قال لك بس إن عايز يمشي النقط بأربع خطوط، فلما هطلع بره أبعد شوية هعرف أجيب الحل. من الآخر الإكزامبل ده عايز يقول لك إيه؟ ما تحطش على نفسك شرط مش محطوط عشان دماغك ما تقفش. يبقى واحنا بنحل المسائل او بنحل المشاكل عامه لازم اركز ايه الجيفن وايه الريكوايرد، ما زودش على الريكوايرد اي حاجه من دماغي او دماغي تحدفني في حته مش مطلوبه. طيب عندي تحت مفروض 6 اعواد كبريت، عايزه اعمل منهم 4 مثلثات متساويين الاضلاع. حد يعرف؟ برضو موجودة يعني حاجات موجودة. هو حد ستارت ريكوردنج ولا انا نسيت اعمل ستارت؟ الريكورد بادئ من اول ما المحاضرة دي. تمام. حد يجاوب على 6 ماتشز دي؟ تعرفوا تعملوها؟ تقريبا هعمل رقم 4 تدين مثلث. المثلثين هنعمل هرم هيبقى شكل هرم، نعمل هرم رباعي القاعده بتاعته مثلثه. يعني ادي الاجابه ان هو طلع الخط اللاين بره الدوتس فجه وعرف بسهوله ان هو يجمع الدوتس دي. لو جربتيها مع نفسك وانت خلال الدوتس مش هتنفع خالص، مش هتعرفي، ما تشيليش القلم، لازم هتشيلي القلم. تاني حاجه عملنا هرم رباعي والقاعده مثلثه. ماشي يا باشمهندسين، الحته دي بس عايزين نقول لكم ان انت كمهندس لازم تفكر اوت اوف ذا بوكس، وزي ما بقول لك في اي بروبلم تحط الكونسترينز المحطوطه الحقيقيه، مش تزود على نفسك كونسترينز مش موجوده.
لحد هنا يعني خلصنا المحاضرة تقريبا، بس عشان نبقى عملنا اللي علينا وزيادة معاك يعني، هنقولك بقى التيبس لما تروح يوم الامتحان تعمل ايه. اول حاجة arrive on time. arrive on time ليه؟ عشان اعصابك تبقى مستريحة. ما انت لو مثلا الامتحان هيبدأ 11 وانت لسه في الباص بتاعك على الساعة 11 وربع، طبعا اعصابك راحت، فلازم تظبط مواعيدك يوم الامتحان عشان تبقى ايه relax. do a memory dump. do a memory dump دي يعني ايه؟ في الدرافت بتاعتك، درافت بيبر، اول ما تخش زي مثلا ان انت عندك equations فيها اسس كتيره وفيها باورز مش عارفه ايه، وخايف مثلا ان الباور اللي هو الكيوب يبقى سكوير مش عارفه ايه، فحاول ان انت اول ما تخش تكتب الايكويشن قبل ما تستلم ورقه الامتحان او تبص فيها، اكتب في ورقه الاجابه ورا كده بالرصاص الايكويشنز اللي انت هتستخدمها. ما حدش يقول لي هيقفشونا ويقولوا لنا لا مش دي اللي احنا بنقفش، احنا بنقفش براشيم، ما بنقفش ان انت كاتب في ورقه امتحانك، انت حر في ورقه الامتحان بتاعتك. read direction carefully، اقرا الحاجات carefully، ال directions اللي هي المطلوب منك يعني بطريقه carefully. يعني في ناس طبعا الغلطه دي طبعا بتبقى مستفزه جدا حتى بالنسبه لي، لما طالب يجي يقول لي انا حلل الامتحان بتاع البابل شيت بس في البوكلت بتاع الامتحان مش في البابل، وانا عارفه ومتاكده ان انت داخل الامتحان وعارف ان البابل هي اللي هتتصحح، طب انت ليه ما نقلتش اجابتك؟ ما بيبقى عنده شيء من البلاهه كده ما بيردش يعني، فلازم ان انت بدام انت عارف ان الورقه دي اللي هتتصحح تحل فيها، بس بسيطه يعني، فان انت الدايركشنز تبقى معروفه كيرفلي وتتنفذ. بادجت تايم وايزلي، يعني ايه بادجت تايم وايزلي؟ يعني بمعنى زمان لما كان الامتحانات مقاليه غير الامتحان الام سي كيو، الام سي كيو عامه بيبقى كل سؤال واخد نفس الوقت، يعني لو 100 سؤال في 60 دقيقة يبقى 60 على 100، ما فيهاش افتكاسة يعني. لكن لو زمان مثلا كان مسألة بيبقى عليها 50% في الدرجة، ومسألة عليها 30 ومسألة عليها 20، ما ينفعش أنا مذاكر المسألة اللي عليها 20 أديها وقت ال 50، يبقى لما أجي أحل بالوقت اللي هو الدرجات متقسمة عليه. لو دي عليها 50% من الامتحان أخد 50% من الوقت أحله. طب أنا بحل في المسألة ال 50% دي اللي هي الكبيرة والوقت خلص، اوقف حل فيها وادخل في اللي بعديها ولا اكمل فيها؟ لا، وقف حل فيها وادخل في اللي بعديها. ليه؟ انت في الكليه صعب تاخد فول مارك في حاجه، يعني صعب، يعني شبه مستحيل شويه ان الناس بتدي فول مارك، فخليك ان انت واخد من دي 70% ومن اللي بعديها 70%، التوتال هيديك درجه اعلى من خدت دي 100% ودي خدتها زيرو. فدايما التايم وايزلي دي ان انت تقسم لي التايم على حسب الويت بتاع السؤال في الامتحان. practice relaxation، هو التوتر والهدوء حاجه بنتدرب عليها؟ اه. البني ادم اللي بيعيش متوتر ويقعد يوتر دماغه وانا مش هحل، انا مش هحل، انا مش هدخل القسم اللي انا عايزه، انا مش هنجح في الكليه، الكليه صعبه، مش هتقعد تغني على نفسك الاغاني دي لحد ما هتصدقها في يوم وهتلاقي نفسك مش عارف ايه، لا تروح يمين ولا شمال منها. فالريلاكسيشن او هدوء الاعصاب دي حاجه انت ممكن تشتغل عليه، ممكن تقنع نفسك. عارفين كلمه انا مش قصير واوزع انا طويل واهبل؟ دي صح في العلم النفسي، يعني ما تعيدش على نفسك دايما التوتر وتقعد تمارسه، اللي بيمارس حاجه بيتقنها، دي حاجه في علم النفس يعني. طيب answer all the question، يعني من اخر دي الحته اللي انتوا بتحبوها قوي، لو مش عارف سؤال اهبط فيه ما تسيبش ولا سؤال فاضي. use all the time، حاول تستخدم كل الوقت. انا بصراحه بقى ما كنتش ب use all the time، كنت بخلص الامتحان وقت ما يخلص واخرج انا نص ساعه دي اقعدها مع اصحابي بره. فيعني انت براحتك في الحته دي، ما دام انت ضامن ان انت حلل الامتحان حلو وكل حاجه وتمام، باي 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 باي، ما فيهاش مشكله بالنسبه لي يعني. بس هو tips ان انت use all the time لو محتاجها. ماشي يا باشمهندسين، thanks for attention. حد عنده اي اسئله؟ نمتوا؟ شكرا. هو خلينا فعلا من المره الجايه ان شاء الله على 8:30، عشان انا برضو بيبقى عندي ارتباط كده. انا النهارده ما رضيتش اخر النص ساعه دي عشان الناس كانت بدات تخش، لكن خلونا المره الجايه فعلا من 8:30، عشان انا عندي ارتباط لحد 7:30، فأحسن لي 8:30. في حد عنده مشكلة؟
لا خلاص هو كده. بالنسبه للماده دي هنذاكرها مثلا من السلايد ولا هنذاكرها منين؟ ان شاء الله من السلايد. طب يا دكتور نعم، هو المسؤول عن الدرجات اللي هي البرزنتيشن وكده بيبقى المعيد، ولا المعيد بيبلغ حضرتك بالدرجات وحضرتك اللي بترفعيها؟ لا المعيدين، شغل السكاشن كله مع المعيدين، انا مع ايوه مع دكتور سامي عفيفي، انا مسؤوله بس هدي المحاضرات. تمام شكرا جدا يا دكتور. العفو. هتبقى المحاضره كل اسبوع؟ كل اسبوع؟ نعم المحاضره هتبقى كل اسبوع ان شاء الله. طب والسكشن يا دكتور حدد لي ميعاد؟ هو السكاشن ما نزلتش في الجدول؟ السكشن ان شاء الله السكشن بكره اصلا ميعاد المحاضره في الجدول قريب. بصوا خلوني ارجع للدكتور سامي واشوف المعلومه دقيقه يعني وابلغها لكم على ال ام اس او على الجروب يعني، شوفوا لان هو معانا في الماده بس هو يعني هو اللي بيدير الحاجات دي شويه، فراجع مع المعلومه وارد عليكم. دكتور هي السلايدز دي هتترفع على ال ام اس؟ اه ان شاء الله. تمام شكرا. لا شكرا يا باشمهندس. والمحاضرات دكتور هو اللي بيعملها لك. نعم هو اصوات تدخلت بس وما في اتنين نكلمه. بتسأل حضرتك هي امتحان ام سي كيو؟ الامتحان ام سي كيو ان شاء الله. والمحاضره هتكون كل ثلاث ولا بتختلف؟ لا كل ثلاث. ماشي يا باشمهندس شكرا ليك. طب ممكن سؤال ولا هي طلعت؟ لا هي طلعت. طب هو احنا كده عندنا سيكشن بكره ولا لا؟ هو في جروب الفاندمنتالز قالوا في حاجه ولا لا؟ مفيش. لا سيكشن بكره عشان لسه ما توزعناش على السكاشن يعني اصلا. اه يعني بكره مفيش سيكشن المفروض لحد دلوقتي يعني، لو نزل مثلا بكره